الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد رئيس جمعية الهلال المغربية للإنشاد وإحياء التراث ونادي شباب الملحون، سيد نائب العمدة، سادة نواب الرئيس، سيدات الحاضرات، سادتي الحاضرين، أولاً لا أريد أن أطيل عليكم وأختصر وأجتزئ الكلام بالترحيب بكم وبالإشادة بالمجهود التي قامت به الجمعية بمجموعة من الاحتفالات والأنشطة بمناسبتي ذكرى المسيرة الخضراء وذكرى الاستقلال. وما أريد تأكيد عليه كما سبق أن أكدت مرارا وتكرارا أننا في المجلس الحالي للمقاطعة البرية حريصون، وقبل أن نكون حريصين اعتبرنا أن المجتمع المدني شريك أساسي، وأن المواطن كذلك شريك في اتخاذ القرار والتدابير وكذلك في برمجة الأنشطة. ولذلك اعتمدنا منذ تولي هذا المجلس كبير شؤون مقاطعة أبناء الرياض الحرص من أجل برامج وأنشطة ثقافية يكون فيها حضور المواطن أساسي وحضور رأي المواطن أساسي، وذلك ما جعل النجاح وجعل كذلك رغبة جامحة للمواطنين والمواطنات في حضور هذه الأنشطة. إذن نحن نؤكد من جديد على أننا أيدينا ممدودة لكل الجمعيات الملتزمة والهادفة والتي تسعى خدمة الثقافة والهوية والمشاريع المغربية، وتسعى كذلك المصلحة الوطنية والمصلحة العليا للبلاد. إذن مرحبا بكم، وهناك برامج سواء في المركز الثقافي الذي نحن حاضرون فيه أو كذلك في المركز التربوي الاجتماعي الذي هناك برامج شهرية متعددة متنوعة في المجال الثقافي والفني والفكري وكذلك الاجتماعي. إذا شكرا لكم وشكرا للحضور وشكرا للسيد الرئيس على الجهود الجبارة، ولكم منا كامل التقدير والاحترام. شكرا. مساء الخير. أولا نشكر جريدة أصوات على مواكبة هذه السهرة التي ينظمها مجلس مقاطعة أجدر الرياض بالتنسيق مع جمعية الأهلة المغربية للإنشاد وإحياء التراث، تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء المضفرة وعيد الاستقلال المجيد. اليوم عندنا لقاء مع مجموعة شباب منحون للجمعية اللي هي أصوات وعازفين من مدينة الرباط، واللي جاوا يشاركوا الفرحة ديال سيدنا الله ينصره وديال الشعب المغربي بهذه المناسبتين الغاليتين علينا، وأيضا لكي يعرف الجمهور الرباطي والسلاوي والوطني على أن هناك مجموعة ديال الملحون بمدينة الرباط. فكنتمنوا على أن الجمهور يتابع معنا هذه الليلة اللي هي ليلة فنية ملحونية اللي غادي نكرموا فيها واحد المجموعة ديال الشيوخ الملحون مدينة الرباط. والشكر موصول للجمهور الرباطي والجمهور المولوع اللي جانا من مجموعة ديال المدن لمتابعة هذا الحفل. ولن ننسى أن نشكر السيد رئيس مجلس مقاطعة الرياض أكدال اللي كيدعم الجمعية في جميع المناسبات ديالها وفي الدعم ديالها لكي تصل إلى ما تصبو إليه إن شاء الله من نتائج فنية وإحياء التراث الأصيل بمدينة الرباط. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم جمعية الأهلة كنحيو واحد الحفل بمناسبة عيد الاستقلال بالمشاركة مع مجلس مقاطعة أبدال والإسم بن سامو عبد السلام بالمشاركة مع أهلة سنعملوا الملحون. Oh,
شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.